مرحبا برج القوس، أهلا فيكم. شريكك يا برج القوس كان يعتقد أنك لا تملك الشجاعة اللازمة لكي تسحب عليه السيف، أو لكي أنت تنهي الموضوع، لكي أنت تبتدي تكون عندك حتى مطالب خاصة في العلاقة. من أجل ذلك هو تمادى. أشوف أن أنتم قاعدين تتعاملون مع شخص يا برج القوس احتمال أنه من الأبراج الترابية أو الهوائية، ولكن إنسان سلبي، إنسان يأخذ قد ما يقدر، يغرف قد ما يستطيع بغض النظر عن تأثير هذا الشيء اللي قاعد يسويه عليكم أنتم. يتمادى في كل شيء، في أسلوبه، في كلامه، في مطالبه، يطلب منك الأموال، دائما يقول لك أنا محتاج ما عندي أموال. ولكن أشوفك هنا أنت يا برج القوس اكتشفت أن هذا الشخص مجرد دعاية، يقول لك أنا محتاج ما عندي أموال، ولكن تشوفه يصرف ويعطي أشخاص ثانيين خارج العلاقة، خارج المنزل، يعطيهم ويعطيهم بكرم. ولكن معاك أنت ما أدري ليش هالاحتمال، هذا الشخص تعود أن أنت مطالبك تكون قليلة بسيطة، لذلك دائما تعود أن أنت ما يكون عندك مطالب، سواء كانت مادية، سواء كانت بالارتباط، سواء طالبته بالوضوح. أو شريكك هذا بطبيعة سلبي وما تعود، فكأنما هني أنت لما طالبته من بعد هو أن تعود أن أنت ما تطالب، كأنما يراك شخص متمرد، شخص تريد مجرد استفزازه، ما يأخذك بجدية. أوكي، خلينا نشوف. نعم بالضبط، لأن أنت عودته على هاي الشيء وهو تعود معك. مع الأشخاص الآخرين أشوفه جدا سخيف العطاء وما يرد لهم طلب، ودائما يعني هذا إنسان جدا مختلف داخل العلاقة أو داخل المنزل وخارج العلاقة. معك أنت بخيل وشحيح ويحاسبك على الملي وما يعطيك كفاية وقت اهتمام حتى صدق، ولكن خارج مع الأشخاص الثانيين، مع النساء أو الرجال، حتى الأشخاص الثانيين اللي يدخلون حياته على أساس أنهم هو ينظر إليهم كأنه خيارات أو مرشحين جدد لحياته، زين، وينظر أيضا لنفسه أنه هو أعزب، له الحرية أن يقوم بأي خطوات. فكأنما هني نظرته لك أنت هي نظرة دونية، يعتبر أن أنت ما عندك حق أن تطالبه بالاستقرار، بالارتباط. أوكي، تطالبه بالتغيير. شوفك هني تطالبه بطاقة التغيير، من بعد ما تعود معك على شيء قاعد تطالبه بشيء ثاني. يرى فيك أنت طاقة التغيير وطاقة التمرد وطاقة المراهقة. احتمال جدا عندنا هنا طاقة السيوف، دلو، جوزاء، ميزان. أوكي، ولكن راح يكون إذا كان من هاي الأبراج راح يكون إنسان شوية طابعة حاد وعنيف، أو إنسان سلبي، إنسان مثل ما نقول طاقته مظلمة، مو إنسان طيب ومعطاء وصادق وصريح. وإذا كان من الأبراج الترابية ممكن يكون ثور، عذراء أو جدي. أوكي، فهو هني أيضا يراك أن أنت تحاول أن تسيطر على حريته، كأنما هني أشوفه يحاول دائما يعطي الأشخاص الآخرين اللي يأتون في طريقة، ممكن يكونون أهل، ممكن يكونون علاقات ثانية، هو سخي معهم. أنت هني كأنما يراك أن تحاول أن تحتفظ بالقرص أو بالخبز من أجل نفسك، زين، وإن كان لك حق، ولكن هو ما يرى أن لك حق لأن أنت عودت على الأسلوب القديم. اللي بعده، ما هي خطوته القادمة؟ رح يقلب الموضوع كله، خصوصا إذا كان برج هوائي، رح يقلب الموضوع كله عليك أنت يا برج القوس. الأبراج الهوائية شاطرة، أو من نقاط قوتها أن بدل ما أنت مظلوم تسويك ظالم، لأنها عندما تتكلم تتكلم بالعقل، ما تتكلم بالمشاعر. رح يظل هذا الشخص يعرض حبه على الأشخاص الآخرين، أو يعرض علاقة على الأشخاص الآخرين، ما راح أبدا يكون معاك في علاقة مخلصة. ملك السيوف. أوكي، راح أقول لك ليش. أنت هنا كأنما أشوف عندك استغراب يا برج القوس، ليش اللي يبينه ما نبيه؟ ليش الإنسان اللي نعطيه تسهيلات، نقدم له الكثير من التضحيات، ما يعطينا شيء يسوى في المقابل، في نفس الوقت يذهب إلى أشخاص ثانيين مرشحين آخرين يعطيهم ويعطيهم بسخاء، كلمة واحدة وجواب واحد. هؤلاء الأشخاص نظرتهم لنفسهم كبيرة، عندهم الأميرة العزباء وعندهم ملك السيوف. الأشخاص هذين ينظرون لنفسهم أن يستحقون الكثير، ما يسمحون لأي شخص وإن كان شريكك بالاقتراب
إلا عندما يثبت جدارته. تريد أن تقترب مني، لازم تسوي لي 1 2 3، لازم تثبت لي أنك جاد معاي ب1 و2 و3. ولكن أنت عودت على الطيبة، عودت على أنك تقبل الفتات اللي يعطيك إياه، سواء كان فتات من الاهتمام، فتات من الحب، فتات من الأموال، فتات من إثبات الجاد. إنزين، هاي اللي صار بينكم. خطوة القادمة احتمال أنه سيسافر أو رح يدخل مرحلة جديدة بعيد عنك، رح يبتعد أكثر، إنزين، ويركز على الأنشطة اللي يحب يسويها مع هاي الأشخاص، مع الأميرة العزباء. احتمال أيضا يكون الأشخاص هذين من برج ترابي، رح يظل متمسك بأسلوبه هذا ويتابعه. وهني كأنما كان يقدم مجرد أموال لما كنتوا أنتوا مع بعض في العلاقة، ولكن في الفترة القادمة رح يتطور الوضع، يصير ما يقدم بس أموال أمور عملية، رح يقدم أيضا طاقة الماء، طاقة الحب، طاقة العرض، طاقة المشاعر، طاقة الغزل، طاقة المشاعر إلى هذين الأشخاص. رح تتطور العلاقة أو رح يتعمق، أوكي؟ ولكن كأنما هني قلت لك هذين الأشخاص نظرتهم لنفسهم كبيرة، يعني ما يسمحون لأي شخص يدخل حياتهم ويكركبها ويعطيهم الفتات. يقول لهم إذا تريدون أن تقتربون مني، الطرف الثالث احتمال، عليك أن تعطيني وتعطيني الكثير. في النهاية هني هو راح كأنما بعد فترة، في الفترة بعد زمن طويل، راح يحس نفسه أنه صنع حفر حفرة فوقع فيها. أفعالي كلها هذه اللي سواها، أنت تقول لي مثلا أنا برج القوس أنا مظلوم، أو أنا مثلا ما أستاهل اللي سواه فيني، في النهاية راح يلاقي نصيبة من الألم، من الخسارة، من احتمال أن هذين الأشخاص هم يردون يسحبون عليه أو ينسحبون من حياته، يأخذون اللي يستطيعونه، يغرفون منه مثل ما هو غرف منك مشاعر وحب وأموال، يغرفون منه وبعدين مرة ثانية يسحبون عليه، راح يشرب من نفس الكأس اللي جرعك إياها. وخلنا نشوف ما الذي يخفيه، الشريك أو الحبيب. عزيزي برج القوس، أنت تتعامل مع شخص غير سوي، سوري على الكلمة، ولكن هذه هي طاقته، طاقته جدا هي طاقة الشيطان، طاقته هي طاقة أنا أحب من لا يحبني، أنا أحب من يستغلني ويكذب علي، وأنا أكره وأمتنع عن من يحبني وهو أنت، من يحبني ومن يكون صادق معي، هذه هي طاقته بالمختصر. لا يريد أن يعطي لك، لأن يشوف نيتك صادقة، لأن نيتك صافية. دائما يحب وتجذب أن يعمل على الأشياء والعلاقات اللي يكون فيها خيانة، اللي يكون فيها استغلال، اللي يكون فيها أكشن، طاقة الأكشن، طاقة المجازفة، طاقة الاجتهاد. تصير عندك كأنما طاقة غريبة عجيبة لما يكون في علاقة ثلاثية، لما يكون مثلا يحب أنه مثلا يخون، يحب أنه يتعرف على شخص، هذا الشخص أصلا مرتبط، يعني عنده هاي نوع من الطاقة اللي جدا غير صحية، وما يحب أنه أبدا يكون مستقر في علاقة. عرفت؟ هذا هو اللي يخفي، أن سعادته تكتمل، احنا نفكر سعادة الأشخاص الطبيعيين تكتمل عندما يكون هو والحبيب مع بعض مجتمعين متفقين، هذا سعادته تكتمل لما يكون في طاقة الشيطان، لما يكون هو عبارة عن الشيطان ومقيد شخصين أو شيئين أو علاقتين بالسلاسل معه. أحد الأشخاص لا تحكم مالي عليه، يحتاج من أجل المال، وأحد الأشخاص لا تحكم عاطفي عليه وهو أنت. هذا إنسان جدا غير طبيعي أو جدا يعني بعيد عن نضجه، لأنه دائما يحب الشخص اللي ما يحبه ويعطي للشخص الخاطئ، والشخص اللي يحبه ما يعطي. باختصار، أوكي؟ اللي بعد راح تكون إن شاء الله قراءة الأحزاب. برج القوس العزاب، أول سؤال، من القادم في طريقك؟ ما هي مواصفاته الشكلية وأطباعه؟ ثلاث السيوف. كارت برج العقرب، الموت، احتمال انه
احتمالنا من برج العقرب، أربعة الأغصان، الكوب الصغير، أربعة السيوف. القادم في طريقك شخص ناضج سنا وفكرا يا برج القوس، ولكن احتمال أنه خرج، ممكن يكون علاقة، ممكن يكون زواج. أشوفها هني زواج أكثر. هذا الإنسان سبق له الزواج من أشخاص ما قدر يجد نفسه في العلاقة معهم، وكان أيضا في مشكلة في الإنجاب. أوكي، احتمال أنه كان متزوج أو حتى لحد الآن متزوج، ولكن الشريك دائما كانت عنده مشاكل في الإنجاب. إنزين، وإذا كانت الشريكة امرأة فدائما كانت مثلا تجهض وما يصير حمل. فمن أجل ذلك هو قادم في طريقك أنت، يحاول أن كأنما أيضا صار له استخدم أو استثمر الكثير من الوقت في علاقته السابقة، سواء كانت خطبة، حب، زواج، الكثير من الوقت ضاع عليه مع هذا الشخص القديم. فيحاول أنه في الفترة القادمة عندما يلتقي فيك يحرك الأمور بسرعة، ما يبي الأمور تأخذ وقت طويل عشان يصير الارتباط، يصير الزواج، يصير الاستقرار بينكم والشراكة. انزين، ولكن اشوف هني ان هذا ايضا شخص ما راح ينهي علاقته او زواجه السابق، دائما راح يكون يعني هي في مرحله توقف ولكن مو مرحله انهاء تام. يريد ان يعمل على الارتباط معك، نعم، ولكن كانما ايضا ما يريد ان ينهي الزواج القديم، العلاقه القديمه، راح يخليها على جنب وراح يرجع لها في وقت لاحق. مو شرط يرجع للشخص، ممكن انه يرجع ويتعامل معاها. عرفت قصدي؟ يعني احتمال انه ما راح ينفصل عن الشريك السابق، ولكن راح يبتدي انه يدخل حياتك في نفس الوقت. راح يعمل على الانفصال عن الشريك السابق في وقت لاحق، لان هذا الشخص تفكيره وطاقته منصب على ان يريد ان يبني مستقبل جديد. احس عنده الوقت بدأ يداهمه، عنده شيء يخص الوقت، استثمر الكثير من الوقت. شوف هني فكرة الموت، الساعة من الأشياء اللي إحنا نحاول أن نحولها بالموت إلى أشياء جديدة هو الوقت. يحاول أن يستغل وقته، يثبت نفسه أول شيء في علاقة معك، وبعدها ممكن أن ينفصل عن الشريك السابق، ممكن أن ينهي الأمور مع الشريك السابق، ما عنده مشكلة، ولكن أولا يريد الارتباط، أن يضمن الارتباط معك والمنزل والأبناء. عنده هاي النوع من الطاقة، قلت لك شخص ناضج فكريا وأيضا عاطفيا، إنسان عصامي يعرف شلون يأتي بالأموال. أوكي، شخص ناضج، يعني ليس مراهق وليس غير جاد وليس متذبذب. إذا الشخص اللي أتى في طريقك شفته متذبذب، معناته ما راح تكون طاقة هذا الشخص، لأن هذا الشخص جدا واثق. ممكن جدا أنه يكون من الأبراج المائية، ولكن أيضا الأبراج النارية، أسد، حمل، أو أيضا حتى قوس. إنزين، اللي بعده خلينا نشوف كيف تتعامل معه. وأيضا هذا الشخص يحب الملابس الرسمية، أو دائما هو رسمي في طريقة كلامه، يعني هو يرسم، هو شخص يرسم أو يعطيك الخطة وأنت هني يقول لك نفذ. متعلم، متعود على هاي النوع من الأسلوب والتعليمات. كيف تتعامل معه؟ خمسة الأكواب، فارس السيوف. عليك أن تساعده أن يتغير، وإذا كان في شيء يقلقه، عنده قلق هني بخصوص الوقت، بخصوص الوقت اللي فاته أو ضاع عليه، وهو مسافر، وهو في علاقة مع الشخص الخاطئ، وهو في زواج فاشل، صار له الكثير من الوقت، فكأنما هني عنده قلق من الوقت. أنت اللي نصيحة لك أن تساعده على التغيير، تكون معه عون، تكون معه عون، تأخذ، قلت لك يحب يعطيك تعليمات، تأخذ من عنده التعليمات وتبتدي أنت تنفذ المهام، لأن هذا شخص يعرف ماذا يريد، ولكن يحتاج لشريك، يحتاج لشراكة، يحتاج لشخص يعتمد عليه وما راح يخذله، لأنه مخذول في السابق من العلاقة السابقة. احتمال أيضا كبير أنه كان في زواج، وقع على نفس الكثير من الشيكات، الكثير من المؤخر، الكثير من الارتباطات والمسؤوليات المالية، فحاليا عشان يطلع من هاي الزواج راح يكلفه الكثير. عشان كذي قلت لك يريد أن يخلي الموضوع على جنب، معلق،
بدل أن يتعامل معه، لأن عنده أموال يستخدم هاي الأموال بدل أن يدفعها للشريك السابق يدفعها من أجل ارتباطه الجديد معك. إذا كنت ترغب فيه وترغب في الارتباط عليك أن تساعده على التغيير، تكون معه عون، وأيضا كأنما هني أنت تساعده على التشافي أو التعافي من الخسارة اللي هو يحس فيها إذا كانت خسارة أموال أو حتى خيانة. هذا شخص محتاج أن يسمع منك أنت يا برج القوس أن ما حصل إلا الخير، وكل شيء يصير من أجل مصلحتنا وعشان نتعلم درس. خمسة الأكواب هو الشخص اللي عنده خمسة أكواب انكبوا ثلاثة، ولكن لحد الآن في أمل في كوبين. الصورة الأصلية الكوبين فيها لم ينكبوا، فهني يجب كأنما أن تتعامل معه تريه الأمل الجانب المشرق من الموضوع، تحاول أن تبعث فيه الأمل أن لحد الآن عنده فرصة أن يحصل على الحياة اللي يريدها، احتمال معك أنت إنزين، وتتفهم مخاوفه. تكون يعني مثل طاقة الإسفنجة، ما هي مخاوفك راح أعالجه، وفي نفس الوقت راح أساعدك أن ترى الجانب المشرق من الحياة. عندنا أيضا فارس النار، و الخماسيين. برج القوس، الحقيقة الواضحة هني أن أنت إذا تريد الارتباط بهذا الشخص وأعجبت فيه يجب أن تتقبل أنه راح يكون في خماسيين في البداية. هذا الشخص في مرحلة انتقالية، عندنا كارت الموت برج العقرب، في مرحلة انتقالية من زواج قديم إلى زواج جديد، من شراكة قديمة إلى شراكة جديدة معك. عليك أن تتفهم هاي الشيء، تتقبله مو بس تتفهمه، عشان الشريك ما يتعب وانت ايضا ما تتعب. لا تظل مخلي الشخص القديم دائما مثل الكابوس امامك وتقارن نفسك فيه. تقبل الوضع انه راح يكون محتاج منك ومن الحبيب القادم في طريقك الى توازن بين اثنين، بين شيئين، لحد ما نستطيع التخلص من الشيء القديم. الشيء القديم ما نقدر نتخلص منه فقط بالرحيل او فقط بالهروب او فقط بالمغادرة، لازم تفهم هذا الجانب. هو هني مخلي الموضوع معلق، ولكن اثنينكم خصوصا اذا حدثت بينكم الشراكة راح تضطرون تتعاملون مع وضع القديم حتى ماليا وتأثيره على حياتكم مع بعض يوم من الايام. لا تطوي هاي الصفحة كليا، ولكن دائما خل عليها علامة ان راح نرجع لها يوم من الايام عشان ننهيها. ولكن كأنما الشراكة القديمة قلت لك ما راح تنتهي بقدومه في اتجاهك، راح تظل معلقة لحد ما يحدث الارتباط معك وصير بينكم أساس قوي أبناء. هذا هو ما يتطلع إليه الشخص القادم في طريقك، ممكن أيضا يكون من الأبراج المائية. أوكي. آخر شيء قراءة المرتبطين، فارس الخماسيات وثلاث الأغصان. برج القوس، شريكك يراك جدا بشكل إيجابي، وإن كان هني كلامي راح تستغربه لأن شريكك ما يتحدث معك، احتمال أنه من الأبراج المائية وخصوصا برج الحوت. شريكك مو دائم التعبير عن مشاعره، عن أفكاره، عن عواطفه، وحتى مو دائما يقول لك مثلا تفاصيل الأمور اللي قاعدة تصير معاه، متى راح مثلا تأتيني الأموال، متى ينزل المعاش أو الراتب، كم من الأموال عندي في البنك، متى راح أحصل على زيادة في الراتب أو ترقية، وكم سيكون قيمتها. شريكك كشوفه هني ما يتحدث كثيرا بخصوص هاي الموضوع، ما يتحدث، ولكن يراك ان انت ترى هني يقول لك تأكيدا لك انت يا برج القوس ان هذا الشخص جدا يثق فيك. هو ما يتحدث من اجل ان ما يثق فيك وما يحب ان يشركك في امره، ولكن هو صامت لان كأنما ما يريد ان يقول لك راح يصير كذا كذا وانت ابني امان، أن احتمال صار لكم فترة طويلة تنتظرون أموال، تنتظرون شريكك يؤسس نفسه ماديا عشان تستطيعون الارتباط أو عشان تبتدون شراكة مع بعض. لحد الآن ما يتكلم معاك بالتفصيل عن الموضوع لأنه ما يريد أنه يعطيك مثلا وقت أو توقع وبعدين ما يصير هذا الشيء ويطلع كأنما هو الغلطان أو الكذاب في نظرك. ما يريد أن يعشمك إنزين، وإن كان يعرف تقريبا الوقت والأموال وقيمتها اللي راح تأتي تجاهها والطريقة، ولكن هو ما يتكلم، ينتظر أن الشيء أول يصير بعدين يقول لك. تأكد من هاي الشيء. هو يراك لأن أنت ملك السيوف، تأكد أنه يثق فيك، يراك إنسان متعقل،
يرجع لك عند الحاجة للنصيحة والمشورة، يثق في قراراتك وتحليلك ونظرتك للأمور، جدا يثق فيك، ويثق أيضا أن أنت راح تكون متفهم أو مستودع أسراره، وتقدر هذا الجانب منه، الجانب اللي ما يستطيع الحديث عنه، جانب الانتظار للأموال، جانب ثقتك فيه، كأنه ما يشكرك شريكك على ثقتك فيه، على صبرك معه وتحملك. احتمال أنت هنا قاعد أتعامل أنا مع برج قوس عنده وضع المادي مريح أكثر من الشريك، أو أذكى من الشريك في التحليل للأمور وفي نظرته للأمور. إنزين، هني أنت ملك السيوف، ترى الشمس، ترى الإمكانية، إمكانية النجاح. هو يعرف أن أنت ترى إمكانية النجاح فيه، وإن كانت لحد الآن ما حدثت، لحد الآن ما أثبت نفسه لك، لحد الآن ما حصلت على الأموال اللي تتوقعونها، البيت، المسكن الجديد، ولكن هو يشكرك لأن أنت ترى الإمكانية فيه ومستثمر وصابر معه حتى ولو الشيء لحد الآن ما صار. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة يا برج القوس؟ أول كرت فارس الأكواب، كلامك التشجيعي، مو فقط رؤيتك، كلامك أيضا. ملكة الأكواب، أنت تملأ الفراغ في حياته، الأمور اللي ما يستطيع أن يسويها يعبر عنها، تفهمك لا، أنت تكمل جزء ناقص من شخصيته. ثمان الأكواب، الخسارة ما تخيفك يا برج القوس، متعود على الخسارة، الملك قبل أن ينضج، أنت اللي عندك ملك السيوف، الملك قبل أن يصل إلى مرحلة الملك وينضج من كوب إلى عشرة إلى فارس إلى ملكة إلى ملك، يمر بالكثير من الخسائر، هذا اللي لازم إحنا نتركه. فإن صار عندك من نقاط قوتك إن الخسارة ما عادت تهمك أو تخوفك أو ترهبك، هذا الشريك أقل نضوج منك فترهب الخسارة، يخاف أن يحبط توقعاتك، ولكن أنت مصدر القوة في هذا الجانب في العلاقة. أربع الأكواب، عندك أيضا طاقة الطبطبة وكرت الشيطان. أنت هني ملك السيوف، ملك السيوف طاقته جدا عكس الشيطان، كرت برج الجدي. هذا الكرت يعني الكثير من الأوهام وعدم الوضوح والهوس في التفكير. وجودك من نقاط قوتك أن أنت توجد الوضوح لشريكك، كأنما أنت الشخص اللي تحرره من أفكاره السلبية، من توقعاته اللي دائما أو آماله اللي تكون خاطئة، أو حتى يكون دائما هذا الشخص متوجه للشراكة في العمل أو للثقة في محيط العمل بالأشخاص الخاطئين. أنت دائما تنبهه، تدخل حتى في تفاصيل حياته العملية، تنبهه على أن لا يثق بأشخاص معينين، هذه ترى من نقاط قوتك. وأيضا تنبهه على طاقة هني، احذر من العروض اللي تأتيك، أنت شريكي وأنا أريد مصلحتك، احذر، لأنه مو كل عرض يأتيك، مو كل كوب يأتي في طريقك يكون بطيب نية. كأنما هني قاعد أشوف شريكك تأتي الكثير من عروض الشراكات، البزنس، المشاريع، حتى أيضا في العمل، ولكن ما الأشخاص ما يعرضون عليه هذا الشيء بنية صافية، بنية الاستقرار، احتمال أنه خسر هو في السابق الكثير من الأموال بهذا السبب. أنت هني أشوفك أنت اللي قاعد توعي أن أحذر من نوايا الأشخاص، الكثير من الأشخاص يعرضون عليك شراكة من أجل أن يستغلونك، من أجل أن يدخلونك في وضع ما تستطيع تتخلص منه. من نقاط قوتك أن أنت متنبه لهاي الناس ولنواياهم، أنت اللي ماخذ طاقة السيوف، طاقة العقل، الذكاء، الدهاء، ما حد يقدر يستغل شخص عنده سيف بيده، السيف ترى فيه الحقيقة بذكائك بتحليلك للموضوع، هذه هي ترى من نقاط قوتك. إنزين، وفي نفس الوقت وإن كنت تسحب السيف على الأشخاص والظروف اللي تحاول استغلال شريكك، ولكنك جدا رقيق معه، محفز، مشجع، طبيب معالج، عندك طاقة الماء، كأنما أنت هني من نقاط قوتك أن عندك توازن يا برج القوس، تعرف الطبطب على من وتسحب السيف على من. اللي بعده، ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحافظ عليها على الأقل؟
لا تسمح لأحد بالدخول بينكم. 10 الأكواب، السعادة الكاملة، الشراكة بين شخصين. وأيضا لازم تدرك هني كأنما يقول لك الأموال اللي تأخرت عنك أنت والشريك هي ليست مصدر سعادة لكم، أنتم مصدر سعادة بعضكم للبعض. إنزين، اللي عندكم جدا يكفيكم لهاي المرحلة، المادية تكفيكم في هاي المرحلة. ركز على الشريك، ركز على أن الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل، لأن عندكم السعادة، عندكم الحب. الكارت برج الحوت، احتمال أنك تتعامل مع الأبراج المائية. القمر، ملكة الأرض، السيفين، الخماسيين. عشان تطور العلاقة أو تحافظ عليها، هني مو بس تعطي شريكك الإرشاد مثل ما أنا قلت لك، أو توعيه على الأشخاص اللي يحاولون يستغلونه. إذا ظليت في هاي الوضع، شريكك دائما راح يكون في حيرة حيرة حيرة، خسارة وحيرة، دائما يتعامل مع هاي النوع من المشاعر. حان الوقت إن أنت تبتدي من جانبك تعطيه نصيحة لمشروع، نصيحة، نصيحة عملية، مو نصيحة فقط كلام. حان الوقت إن أنت تفتح عينه على الفرص إنزين الموجودة أمامه. يعني مثلا هنا عندنا 4 الأكواب، قلت لك مو كوب، مو كل كوب وعرض مشروع يأتي بنية صافية، أو حتى أنتوا عندكم كأنما محاولة لشراء شيء، لشراء منزل، تنتظرون ورث مع بعض، تنتظرون مبلغ مالي كبير مع بعض. حان الوقت إن أنت تبتدي تعطيه، تدخل معاه في أرض الواقع، تعطيه، تفتح عينه على الفرص الموجودة أمامه. يعني مثلا تقول له لا تدخل مع الشخص الفلاني لأن ما أحس أن نيته صافية، أو المجال اللي راح يدخل فيه مو مضمون، ولكن في نفس الوقت تعطيه خيار ثاني، اقتراح آخر. عندك مثلا المجال اللي كذا كذا، إذا سويت هذا المشروع أنا مثلا راح أقدر أعطيك نصيحة بحسب خبرتي أن هاي المشروع ينجح، سوى بهاي الطريقة، راح أقف معاك، راح أنا شوي أيضا أدعمك ماديا. أشوفك هني أنت اللي عندك طاقة الملك والملكة. احتمال قلت لك ماليا أنت أفضل من شريكك، احتمال أنت تعمل أيضا في مجال أو قطاع التعليم، قطاع في الكلام، تتكلم كثيرا مع الناس وترشدهم، فعندك الحكمة. ولكن شريكك في الفترة القادمة أيضا سيحتاج أن أنت تخرج من طاقة الشيطان، الأوهام، التعلقات، عن طريق أن تعطيه عرض جديد، تبنون مع بعض شراكة جديدة، بزنس مع بعض، تخلي شريكك هو مثلا اللي يديره وأنت المسؤول العام. عندك هاي النوع من الطاقة. وأيضا محتاج طاقة برج الحوت، القمر. القمر إن في أمور تصير خلف الكواليس، ما هي اللي تصير خلف الكواليس؟ تنتظر أنت كأنما رسالة لك هني، أن تنتظر الورث أو الفرصة اللي منتظرينها مع بعض أنت والشريك راح تأتي. ولكن المطلوب منكم مو فقط الانتظار، المطلوب منكم أن تمثلون على الآخرين المحيط أن أنتم ما قاعدين تنتظرون، أن ما عندكم أي مشكلة. مثلا إذا كانت حتى مشكلة في الإنجاب، هذا الوقت أن أنتم تبتدون تدارون، تبعدون الآخرين عن الأسباب، عن محاولتهم للتحري في حياتكم. أوكي، هذه هي النصيحة لك عزيزي برج القوس. هذه كانت قراءتك العاطفية لشهر مايو، أو آخر أسبوعين من شهر مايو. أتمنى لكم كل التوفيق.